واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الماضيه، واحد من نجوم الشباك لجمهور النادي الاهلي خلال هذا الموسم كابتن حسين الشحات. بطوله جديده، تالق المعتاد، نزلت كالعاده بتصنع الفرق في كل مباراه سواء لعبت اساسي او لعبت كبديل. الف مبروك حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا يا حبيبي، والله بطوله غاليه، بطوله يعني كنا محتاجين ان احنا نكسبها المره دي كمان وفي الملعب دوت. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب. مش حسين بس اللي كويس، لا الفرقه كلها احنا مع بعضينا كويسين. احنا السنه دي عايزين ناخد كل البطولات، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ناخد كل البطولات ان شاء الله. في تعديلات على التشكيل اكتر من مركز وانت كنت على الدكه، كان ايه السبب؟ هل اسباب فنيه ولا اجهاد او ضغط المباريات؟ لا والله طبعا دي وجهه نظر المدرب فما اقدرش اتكلم فيها. الحمد لله يعني احنا كلنا قلب واحد، فالحمد لله كل اللي بيلعب كله بيبقى قادر مركز، فالحمد لله.